للآن كل الطريق محفر تماما. يعني الوضع سيء، يعني الخدمة بطيئة ما أني سريعة. الشعب بحاجة المي، كله حكي بحكي. عبين ما جاء صبروا أخذوا العطار وأهلا وسهلا ومع السلامة. أكثر من عامين ونصف الوضع على حاله. نحن مطبوبين لمدينة حلب بس بالاسم. مي المي المي يا سيادة المحافظ. كلهم من دفع نفقد أهل الضعف. الدولة الأم الكبيرة. سنتين ونص لا كهرباء ولا مي، بس باختصار كثير. إما في شيء خدمة تطول على الضعف. الحياة خان العسل عدم. عم ندق أبواب ما حدا عمال بيلبينا. خان العسل من خانها هنا حلب.